يا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. نواصل الحديث على أحاديث أبواب كتاب الأحكام. نحن مع الباب 29، باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. هذا الباب فيه حديثان. في حصة يوم السبت الماضي قدمنا الحديث الأول، حديث أم سلمة، وسنقدمهما معا الليلة إن شاء الله، على أن نذكر ببعض الأمور الواردة في الحديث الأول، ثم نشرع في بيان ما يتعلق بالحديث الثاني. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن أبي كيسان، عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أمها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يختصم إلي الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلمين فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني، طبعا الأول 7181 والثاني 82، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، ويصح نقول أن عائشة رضي الله عنها قالت، هي بحال عبارة واحدة، أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن ولدي زمعه مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال:
أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أخي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى. هذان هما الحديثان اللذان أوردهما الإمام البخاري في هذا الباب. الحديث الأول كنا قد تحدثنا عنه، لا بأس بالتذكير ببعضه. وأول ما يتذكر أو أول ما يذكر به الإشارة إلى المواضع الأماكن التي أورده فيها الإمام البخاري كعادته، وهي ستة مواضع. كان الموضع الأول في كتاب البيوع 2460، ثم أورده برقم 2680، ثم أورده أيضا برقم 6967، ثم أورده في ثلاث مواضع من كتاب الأحكام 7169 و7181 وهو هذا، و7185 اللي غادي يجي بعد باب إن شاء الله. هذه هي المواضع أو قل الأماكن التي أورده فيها الإمام البخاري ستة مواضع. هذا من باب التذكير، كنا ذكرناها قبل. أما من حيث المعنى، أولا فيه قصة تحكيها أم سلمة أن رجلين تخاصما قرب باب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمى أيضا حجرة أم سلمة. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام جلبة خصومه خرج إليهم، فكانت أول عبارة وهي طبعا هادفة: ما خصم عليهم ولا لمهم ولا، قال: إنما أنا بشر. وأنه يأتيني الخصم، الخصم قلنا تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع، وتطلق على الذكر وعلى الأنثى. تقول خصم وتقول خصمان كما في القرآن: هذان خصمان خصمهما في ربهم. وتقول أيضا خصوم يصح. جاءني خصمون، وتقصد به الذكر وتقصد به الأنثى. فأول كلمة، أول جملة يقول بي: إنما أنا بشر، لإثبات للناس. وفيه رد على من يدعون أن الرسول قد يعلم الغيبة، وخاصة هذه القضية مثل هذه القضية التي فيها الخصمان. معناه كأن الناس يبغوا يقولوا: أيوه الرسول لابد يعلم شكون الظالم وشكون المظلوم. سبحان الله، هو من في ذاتيته لا يعلم الغيب، ولكن إن شاء الله أعلمه أعلمه.
إن شاء الله أن يخبره بما شاء يخبره بما شاء، لكن كونه هو من تلقاء نفسه يعلم الغيب ويقول أنا أعلم الغيب، أبدا أبدا، ولا يظن هذا به أبدا، لا يعلم الغيب إلا الله. إنما أنا بشر، في رواية إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بأحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. عبارات ششوية مجانبة ششوية العبارات اللي هنا، وإنه يختصم إلي الخصم، يجوا الناس الخصم، هو جاء الخصم مع العلم أن المراد به خصماني مش غير واحد، ولكن اطلاق الخصم على الخصمين معا. إذن إذا كان هذا الخصمان أو هذا الخصم الذي يأتي ماذا يريد؟ كأنه يتحاكم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخصمان إلى جو خصم يتحاكم النبي عليه الصلاة والسلام، يتحاكمان النبي عليه الصلاة والسلام في قضيتهما. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالغيب قد يعرف شكون هو الظالم المظلوم، وهذا غير مسلم ولا يكون. ولهذا كانت العبارة الأولى مزيلة لهذا الغبش، إنما أنا بشر، أنا مثلكم في البشرية. لكن لا نسمع إنما أنا بشر ونظن أن النبي عليه الصلاة والسلام كسائر الناس، بشر لا كالبشري، بمعنى ميزه الله بأمور بخصائص ماشي عند الناس الآخرين. ولهذا لما واصل إلى بالنهار في الصيام وأراد الصحابة أن يواصلوا قال لا تفعلوا، أنا أبيت يطعمون ربي ويسقيني، إذن ما مشي في حالي، بمعنى أن الله يقويني، أنا من جوع من عطش، كأنني أكلت وشربت، أنتم من دون فعلي. ممكن يصبروا النهار الأول والنهار الثاني والنهار الثالث، واش يديروا في النهار الرابع والنهار الخامس والنهار السادس إذا بغاوا قاع يوصل؟ النبي ممكن ما يأكلش، بشر صحيح تأكل وشرب ويمشي في الأسواق كما ذكر القرآن الكريم مثلا، لكن كونهم مثلا يفعلون مثل فعله في أمور خاصة به لا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن الله له أن يتزوج أكثر من أربع، الأمة كلها لا يمكن أن تتزوج بأكثر من أربع، كان عنده في وقت واحد تسعة نسوة في وقت واحد. غير ينبغي أن يفهم حتى لا يفهم الإنسان فهم سيء، لا يظن أن أحد النبي عليه الصلاة والسلام إنما عدد النسوة من أجل الشهوة، لكن مش معنى أنه ما عنده شهوة، يقول بشر خلاص، لكن لا يظن فيه هذا الظن كما يقول المستشرقون وكما يقول أعداء الإسلام. لا احنا نقول بشر نعم، لكنه عدد النسوة، ولهذا أكثرهن كنا ثيبات، ما أخذ بكرا إلا عائشة، وزوجته الأولى كما نعلم خديجة، كانت في العمر ديال 40 ولا أكثر من 40، وهو شاب ابن 25 سنة، سبحان الله. إذن لما نسمع البشرية أيضا ما نحطوش بجانب أرذل الناس حيث بشر، لا يجوز لا يليق، لكن ما نوضعه في الصف ديال الملائكة لا، لكنه رسول مطهر ومعصوم يستحق ما يستحق من التكريم والتوقير والاحترام والتقدير والمحبة ورفع شأنه، إن الله رفع شأنه. هذا معنى إنما أنا بشر، لا تعتقدوا في ما لا يجوز في حقي، بمعنى لا أعلم الغيب، وكأنه في هذا يرد على من يدعون فيه ذلك، لأنه هذا يفيد أنه ما كان ولن يكون أنه يعلم الغيب، هذا هو المعنى. ثم قال إما وإنكم تختصمون إلي، أو قال
وإنه يختصم ولي الخصم، يجيني والناس مخاصمين وكل واحد كيعرض، وبين على أنه الناس ليسوا سواء، كاين اللي تيعرف مثلا يعني يعرض الحجة ديالو، كاين اللي كيعرف مثلا يتكلم، كاين اللي مثلا بمعنى تعرف يقاد الكلام حتى يبين في كلامه على أنه على حق 100%. فالسامع لما يسمعه يقول هذا هو الحق، ولأن النبي يقول أنا أحكم على الظاهر والله يتولى الصرائر، مما يدل على أنه هو لا يعلم الغيبة، ما يعرف أشنو في قلبك، لكن يحكم على ما بين يديه. صحيح أنه قد يفهم ما لا يفهمه غيره ما فيه شك، ويطلع على ما لا يطلع غيره ما فيه شك، وقد يطلعه الله على الأمور اللي هي غايبة للعقل ما يدركها ما يفهمها ما فيه شك. هذه أمور كتكون خوارق قد تكون، لكن ماشي هي الأصل. كما نعلم النبي عليه الصلاة والسلام زوده الله بمعجزات خوارق ما كل الناس يعلمونها. لماذا؟ لأنه حينما يزوده الله بذلك لتثبيت أنه على الحق، يبين أن ما يدعو الناس إليه، ما يعرضه على الناس، ما يرغب الناس فيه، ما ينفر الناس منه، ليس من عنديته، إنما هو بالوحي، ما يوحي الله به إليه. إذن من هنا نفهم أولاً العبارة الأولى الذي يفهم منها بمعنى ما يستنبط أو ما يستفاد من الحديث، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كالناس في البشرية، ومفهومه أنه لا يعلم الغيب كما قلنا. ثانياً إخباره أن الناس يتخاصمون إليه، والقاضي وأول القضاة هو الرسول، والإمام الأكبر هو الرسول ما فيه شك، لا بد وأن يتحرى العدل، وإذا لم يعدل الرسول فمن يعدل؟ ما عرفت الأمة العدل إلا من خلاله ومن خلال الكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن الكريم، ومن خلال سنته التي تأمر بذلك، ومن ثم فهو يحقق الحق أو يحق الحق بين الناس، وينصف الناس من بعضهم، ويعدل فيما بينهم، ويحث أمته على أن تتمسك بالحق وأن تكون عادلة أيضا في حياتها، وهذا هو المطلوب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا المستفاد الثالث. المستفاد الرابع يبين في النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس قد يتفاوتون في الفهم كما يتفاوتون في كيفية عرض المسألة، كيف يعرض المسألة. مثلا القاضي مثلا يقول لك قول، أو المستفتي لما يمشي عند المفتي يقول لك قول عرض علي المسألة، أشنو اللي عندك؟ كاين اللي يعرف كيفاش عرضها، وكاين اللي كيحاول باش يعرضها بالعربية فيتلفها لا عربية لا دارجة، وكاين اللي يعرضها بالدارجة خصو المفتي يكمل من كما كتجينا بعض الأسئلة نبغي نقراوها بواحد المشقة باش نقراوها، ما عرفش يقرا، ما عرفش يكتب، وما يعطي لحد يكتب، ربما ما يبغي حد يطلع عليه ولا يعرفه ولا كذا، ممكن تنكملوا من روسنا باش نقدوا الكلام باش يمكن نعطيوها الجواب، وهكذا. فالنبي عليه هناك يقول فلعل بعضكم يكون أبلغ، في رواية ألحن، بمعنى أقدر أبين على البيان، هذا معنى فلعل بعضكم يكون. النبي عليه هناك يقول هنا ردوا البال، فأحسبوا، أحسب، أظن، أحسب أنه صادق فيما عرض. ولهذا قلنا لما يعرف كيفاش يعرض القضية ديالو يبين مسألته
كيبين للسامع أنه زعم راه خلاص أنه على الحق. يقول النبي فأقضي له بذلك، أي حسب ما أسمع. في رواية فأقضي له على نحو ما أسمع، في رواية على نحو ما أسمع. ولهذا قال العلماء إن القاضي لا يحكم بعلمه، أعلاش يقول لك على نحو ما أسمع؟ لو كان يقضي بعلمه ما يحتاج يسمع مني ولا يسمع منك مثلا، لكن واش مطلقا؟ لا، أحيانا قد يقضي القاضي بحكمه بعلمه. هل العلم الذي اكتسبه من الجلسة وسمع الناس يتحدثون به، أم علم أتى به من الخارج قبل ما يوصل لمجلس القضاء؟ كل هذا قد يكون، لكن هل يعتمد على هذه على هذا العلم الذي وصله دون قرائن، أم لا بد من قرائن أخرى؟ هذه القرائن من أين تأتيه؟ تأتيه من الخصمين أو الخصوم، قول أنت قول أنت قول أنت، وهو علم وهو له علم بالمسألة سابق، وتقارن ما بين الكلام ديال الناس وما بين ما وصل إلى علمه قبله، ويشوف فين كاين الفرق. كل هذه المعطيات يوظفها القاضي، يستعملها القاضي من أجل أن يصل إلى الحق في المسألة المعروضة عليه. هذا هو الصحيح. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ، هي تفسير ديال الحانة وأسرع أحيانا في الفهم، أبلغ من بعض. فأقضي له على نحو ما أسمع، ما أقضي له على نحو ما أسمعك، يقول لك أودي الآن فأقضي له على نحو، قد يكون حقا وقد يكون مما يدل على أنه لا يعلم الغيب. قد يكون حكمي الآن على بناء على ما سمعت وعلى المعطيات اللي عندي وعلى الملف ديال القضية المعروضة علي، كل هالشيء يكون صحيح، فأكون قد حكمت للمحكوم له بالحق. وقد يكون الظاهر الذي ظهر يعني وهذا، بمعنى أن القاضي سواء كان النبي أو أحد الصحابة أو القضاة اليوم، على أساس أننا كنقول أن القاضي يتحرى العدل خلاص ما انتهمو حد، على أساس لا سيما احنا كنتكلموا الآن في الحديث النبوي، قد يكون هذا الحكم موافقا لما هو في الباطن وقد يكون مخالفا، فيكون واحد النوع ديال تنبيه للمحكوم له بالدرجة الأولى. أش هو هذا التنبيه؟ فمن قضيت له بحق مسلم، في رواية فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه. علاش؟ كيفاش أنت قضيت له وحكمت له؟ ولهذا جاء في العنوان من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، ثم تحت العنوان معاه، وهو كأنه طرف من الحديث، وقيل هذا تحت العنوان أخذه البخاري من كلام الشافعي. الشافعي لما تحدث عن هذا الحديث الذي نتحدث عنه الآن قال، خرج بواحد النتيجة، فإن حكم القاضي أو قضاء القاضي لا يحل حلالا لا حراما ولا يحرم حلالا، وصحت تقول لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. قيل بأن البخاري أخذ هذه العبارة من كلام الشافعي، لأن الشافعي توفي 204 والبخاري حتى 256، معنى 52 عام بيناتهم ديال الفرق. إذن الشافعي راه تلميذ الإمام مالك أحمد بن حنبل جاب بعده 241، هو آخر الأئمة الأربعة، أبو حنيفة كان قبلهم، توفي في السنة التي ولد فيها الشافعي 150. إذن فلما نجيو للحديث في حالة الشكل الآن، النبي عليه الصلاة والسلام كيقول أودي هذا الحكم رانا حنت، أنت أيها المحكوم لك إياك أن تغتر بالحكم،
ليش؟ وقد حكمت؟ لأنك يقول أنا حكمت بالظاهر حسب ما ظهر لي، قد يكون الحكم موافقا لما في الباطن وقد يكون مخالفا من الباطن، من يعلمه؟ أنت صاحب الحكم، صاحب القضية، أنت الذي حكمت لك أو أنت الذي يحكم لك، أنت عارف وش الحكم لك فعلا، أن الحق حقك أم إنما أخذ من غيره وأعطي لك؟ علاش؟ لأن غيرك لم يستطيع، لم يعرف كيف يحتال على القضية، كيف يعرض القضية، كيف يلبينها، لم يكن مثلك أبلغ أو ألحن في الكلام، وأنت استعملت من الوسائل ما استعملت وزينت قضيتك وبينتها على أنك كذا وأظهرت نفسك على أنك صاحب حق. أنا لا أقول اللي غادي يحكم لك رجع معك، لا، بناء على هذه المعطيات وبناء على الملف فحكم القاضي بما ظهر له. قد يكون هذا الحكم صائبا وقد يكون غيره صائب، بمعنى قد يكون موافقا لما في الباطن فعلا أن الحكم في محله، بمعنى أن القضية المحكوم فيها هي قضية صاحبها المحكوم له، وقد يكون كذلك. إذن باش عاد نعرف، كان التنبيه للمحكوم له، أنت أيها المحكوم لك إياك ثم إياك أن تسمع الحكم وتعرف أن القضية زلزت لك وتسكت، إذا عرفت، لأنك أنت أعلم من القاضي الآن، نعرف ديالك ولا مش ديالك، ما تقولش القاضي حكم لي وانتهى الأمر وتفرح، لا. علاش؟ قلنا القاضي يحكم بالظاهر، والظاهر قد يكون ليس هو الباطن تماما، مش دائما، لا، احنا كنقول احيانا قد يكون وقد لا يكون. فانت حينما تعرف ان القضيه ليست لك وان الحكم في الباطن جائر لكن في الظاهر ليس كذلك، تلاقي اتهام القاضي، لا سيما وان النبي اللي تبين هذه الصوره هو النبي، كلام ديال النبي هذا. فمن قضيت له بحق مسلمين، أي مش ديالو حق واحد غر، فإنما هي قطعة من النار. في رواية فإنما قطعت له قطعة من النار، في رواية قال فلا يأخذه، أي الحق المقطوع له، وفي رواية قال فلا تأخذها، إياك إياك أن تأخذها. هذا هو إذن الصورة واضحة الآن، هذا ما يمكن أن ينبه عليه وما يمكن أن يذكر به حتى لا نسترسل في الكلام. ننتقل للحديث الثاني، الحديث الثاني فيه كلام وكثير وحتى حصة ما تكفي فيه. الحديث الثاني فيه قصة فيها خلاف كبير بين الأئمة. هذه القصة هي بين عتبة بن أبي وقاص وبين عبد بن زمعة في وليدة بن زمعة. الوليدة هي الأمة، ولهذا لما عرضها، لما تعرضت في الحديث جاءت فيه أن عتبة هذا عتبة اختلف فيه، هو أخو سعد بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص اختلف في صحبته، والصحيح أنه ليس بصحابي بل مات غير مسلم، وقيل هو الذي شج الرسول في وجهه يوم أحد في غزوة أحد، ولهذا البعض ذكره في الصحبة، ولكن رد عليه ذكره العسكري نقلا عن كاتب يقال له الزبير بن بكار، وذكره أيضا ابن منده، وهذا من علماء كان في القرن، بداية القرن الرابع الهجري، معروف له التوحيد وله السنان وله الإيمان، وله ابن منده معروف، تهو ذكره، لكن رد عليهم كثير من العلماء منهم أبو نعيم
قال هذا لا يصح. وسيقت قصة وهو حاتم بن أبي بلتعة قال لما شج الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد تبعته حتى قتلته في أحد، فإذا صحها انتهى الأمر فيكون قد مات على الكفر، وهذا هو الصحيح سواء قتله بلتعة أو لم يقتله أنه مات. هذا عتبة أخو سعد بن أبي وقاص من أبيه، لأن عتبة أمه وحدها هند، أمه هند بنت وهب، أما سعد بن أبي وقاص فهنده فأمه حمنة بنت سفيان بن أمية، فيكون أخوان من أب من الأب. هذا هو عتبة. عتبة هذا زنى بهذه الوليدة، الوليدة أما ديال زمعة أبو سودة بنت زمعة زوجة النبي سودة، هاد زمعة أبوها زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشي العامري، هذا زمعة حتى هو لم يسلم، كان له أمة. هذه الأمة حملت، قيل إنها كان يباشرها سيدها هذا اللي هو في الجاهلية على عادة الجاهلية اللي كانت تقبل في المجلس الإسلام، فتمكن منها عتبة فزنى بها، فلما حان أجله أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص أن يأخذ الولد، معناه تركها حامل، ولهذا في رواية قال إنه ابني، وفي رواية قال إنه مني فاقبضه إليك ما تخليهش. ولهذا لما تعرضت القضية تخاصموا فيه، لأن القضية احنا في الخصومة الآن، كنا في الخصومة ديال النبي اللي كيتخاصموا عند النبي، وهذه خصومة أخرى. ولهذا البخاري لدقته في فهم الأحاديث اجمعهم جوج باب واحد تحت العنوان الذي سمعتم الخصومة. فقال سعد بن وقاص إن أخي قد عهد إلي، أش قال له؟ قال له أن ابن وليدة زمعة، الوليدة هي الأمة ديال زمعة، ابن وليدة زمعة فاقبضه إليك. بقات القصة فراس سعد لما كان فتح مكة، غزوة الفتح مكة، شاف سعد الولد شبيه تماما بعتبة، عرفه فأخذه وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، راوصاني باش ناخذه. ناض خو الولد هذا فقال هذا أخي وابن وليدتي أبي،
أي ابن العماد يلب. ابن وليدة أبي. إذن كاين الخصومة. فتساوقا، تساوقا بمعنى تلازما في الذهاب إلى الرسول كأن أحدهما يسوق الآخر إليه، هذا معنى تساوقا. في حال اللي تشبر لي من يدي ونشبر لك من يدك ونقول لك يلا يا سيدي اللي يحكم بيننا، أنت ما تطلق لي وأنا ما نطلق لك، هذا معنى تساوقا، كأننا نسوق بعضنا بعضا، لا مفر لنا من ذلك الذي سيحكموه بيننا، هذا المعنى. فتساوق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء هذان اللذان تساوقا؟ هو سعد بن أبي وقاص بناء على وصية أخيه، وعبد بن زمعة أخو ولد العمى. مشوا للنبي كان المتحدث الأول سعد، سعد بن أبي وقاص، قال يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال يا رسول الله هذا أخي، لأنه ولد زمعة وهذا ولد الأمة مع زمعة، هذا أخي وابن وليدة أبي. الوليدة هي لك الأمة، الوليدة بمعنى المولودة، وابن الوليدة تقال للأمة وتقال لأم الولد، وأم الولد مي كتطلقها ككلمة أم الولد ما تيقصدوش بها الحرة، كيقصدوا بها الأمة، قد تكون يهودية قد تكون مثلا نصرانية قد يسموها أم الولد. هذا أخي وابن وليدة أبي. إذن القضية تعرضت من الخصمان معا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، ردوا البال، هو لك يا عبد بن زمعة. باش وانا اعطيتكم واحد الإشارة سابقا، الولد شبيه بعتبة ابن أبي وقاص. وكيف حكم ليه؟ أنتم غير تسمعوا علاش. قال هو لك، هاي هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام الآن لعبد بن زمعة به، بمعنى أخوه، هو أخوك هو ديالك. ليش؟ شنو الحجة؟ مع العلم أن الحجة اللي كاينة، الحجة الظاهرة اللي كاينة هو أنه شبيه بعتبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. شتي الحكم منين جا دابا الآن؟ ها علاش؟ نحن الآن أمام شيئين، هذه الولا هذه الأمة هي لزمعة، ممكن نقولوا حملت من زمعة أو حملت من الآخر، شوف الظرف ديال الحمل كيفاش كان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كيبين الحكم الأصلي منين جاء، فهو إما أن يحكم للفراش وإما أن يحكم للشبه، رديت البال الآن، فإما أن يحكم للفراش وإما أن يحكم لي. فحكم الفراش، ومعنى الفراش بمعنى أن هذه ثبتت أنها أمة فلان أو زوجة فلان مثلا، وهذا اللي كان شبه، هذا مجرد شبه. علاش؟ لأن ما كان عليه هو وما فعله ذاك هو كان من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية انتهت بالإسلام وصار لا يحكم للشبه ولا يحكم للادعاء، وإنما في قضايا الفراش يحكم للفراش، أي لصاحب الفراش، أي لصاحب العقد اللي عنده عقد مع المرأة، كونها تزني أو كذا أو كذا ما دامت متزوجة فيحكم للفراش للزوج. هناك تطرح لنا أمور، كيف سعد بن أبي وقاص
يطلب بالولد أنه لأخيه وهو وأخوه زان ليس متزوجا ليس متزوجا بالأمة والأمة سيدها كائن، هذا يدل على أن لا سعد بن أبي وقاص ولا سودة، سودة بنت زمعة، فقد يكون هذا الولد أخوها من أبيها، لأن الولد أصبح لزمعة، ولهذا العبد عبد بن زمعة هو أخو سودة. إيش كيقول؟ أخي وابن وليدة أبي، وسودة بنت زمعة، وهذا الولد بن زمعة، وعاد وهذا العاد بن زمعة إلى آخره. هذا يدل على أن هذا الحديث أول ما كان في هذه الواقعة. علاش؟ لأنه ما يمكنش سعد بن وقاص يكون عنده الحكم وعارف الحكم قبل ويطلب الولد لأخيه أبدا، مما يدل على أن القصة جديدة وأن الحكم جديد. فاستفيد من هذا لما قال الولد للفراش والآخر الحجر، قال لسودة بنت زمعة أي النبي، لسودة زوجته زوجة النبي، احتجبي منه. منين؟ من هذا الولد. احتجبي منه. ولاش هو؟ احنا قلنا أنه أخوها من أبيها، وكيف تحتاج منه؟ واحد المعركة هذه الكلام عند العلماء هنا، قال لك أودي هذا من باب الاحتياط، ولهذا قال ما رأته ولا رآها حتى لقي الله تعالى، قال لك من باب الاحتياط. أما السيد إذا اعترف بأنه كان يباشر الأمة وحملت وولدت فهذا الاعتراف كافي. ثانيا عند الحجازيين هذا كافي، عند علماء الحجاز قال لك هذا يثبت، ما يحتاج شيء حاجة أخرى باش يحكي صاحب القصة باش يثبت به الأمر. فهذا بهذه الكيفية أن ما قاله سيدها كونه تحمل المسؤولية وقال هذا ابني مثلا، أو كونه قال فيه أخوه إنه أخي وابن وليدتي أبي، قال لك هذا من باب الإلحاق، يريد أن يلحقه به. ولهذا قال العلماء هل الإلحاق خاص بالأبي أم يدخل فيه حتى الإخوة؟ بهذه القصة قال لك حتى الإخوة، بدليل أن أخاه هذا طلب إلحاقه لأنه قال ابن وليدتي أخي وابن وليدتي أبي. المهم لما كيثبت الفراش ما كيبقى كلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحكم بالقصة على أن هذا الولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. المفهوم عند الناس أن العاهر هو الزاني، ولهذا العهر هكا، العهر هو الزنا، ويقول الناس العهر، المشهور في اللغة العهر هكا بفتح العين والهاء، وهو الزنا. قال لك هذا العاهر اللي هو الزاني، وتطلق حتى المرأة، تقول امرأة عاهر كما تقول الرجل عاهر، الصفة المشتركة بينهما العهر، أي والعياذ بالله يمارسان العهر أو اتصفا بهذا والعياذ بالله. وللعاهر الحجر، المعروف عند الناس أن العاهر له الحجر معناه الرجم، هذا لم يكن متزوجا لا يلزم من العاهر لا يلزم منه إذا ثبت زناه أنه يرجم. لاش؟ قد يكون غير متزوج، إنما يرجم المحصن، فإذا كان غير محصن فلا يرجم، والمرأة إذا كانت أيضا غير محصنة فلا ترجم. وإذا زان المحصن بغير المحصنة يرجم هو ولا ترجم هي، والعكس صحيح، زان غير المتزوج ما عمرو تزوج كاع
بالمتزوجة ترجم هي وهو يجلد، لأن من شرط إقامة الحد على الزاني أو الزانية أن يكون معا محصنين أو أحدهما محصن والآخر غير محصن، لكن يجلد أو تجلد وهكذا. أرأيتم كيف تطهر المجتمعات وتطهر الأسر؟ وما أحوج المجتمعات المعاصرة إلى التطهير، لأن الفحشاء قد كثر والفحشاء قد كثرت واختلطت الأنساب، اختلطت الأنساب. ومن أقبح ما يصيب البشرية هو اختلاط أنسابها، اختلاط أنسابها. ومن الأنكحة التي كانت في الجاهلية أن المرأة تزني مع من شاءت، فإذا حملت تجمع الزنات الذين زنوا بها كلهم، بعد ما إذا حملت وولدت تولد ترسل لهم كاملين دوك اللي زنوا بها كلهم وتوري لهم الولد، ثم تنسبه لمن شاءت، تنسبه لمن شاءت. وحتى واحد منهم ما يقدر يقول لا، لأنهم كلهم كانوا معها والعياذ بالله. وسبحان الله العظيم، أجاز الإسلام التعدد للرجل ولم يجزه للمرأة. شوفوا عظمة الإسلام، لأنها هي الحامل، هي الوعاء الحامل والحاضن، فإذا ما أجاز لها التعدد فلمن ينسب الولد؟ لمن ينسب الولد؟ جزاك الله خيرا. بسم الله. نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، على أن نتم ما بقي في حصة أخرى، لا سيما وأنني لم أريد أن أغرقكم في الأرقام. هذا الحديث أورده البخاري في 10 مواضع، وهي والحمد لله حاضرة في الذهن، لكن ما بغيتش نقولها لكم ونكثر عليكم. 6 زد عليها 10 هي 16 رقم، أش غيدي منها ودي؟ لا، تل مرة أخرى إن شاء الله. ما هي حاضرة في الذهن. الأول في كتاب البيوع 2053، والآخر هو هذا 2782، وبينهما 8 أرقام أخرى هي حاضرة الحمد لله، تأتي إن شاء الله في وقتها إن شاء الله. نعاود نقول للإخوة ما تكرروش الأسئلة، واسألوا عما أنتم في حاجة إليه. رانا كنقرأ الأسئلة، ماشي زعما كان لوحة ولا لا لا لا، لكن اللي ما تقراش واللي شوشي شوية فيه شوية ديال الجو كنحيدو باش نكونوا واضحين. هذا هو. السلام ورحمة الله. أختي مريضة الحمد لله، مضى على مرضها 3 سنوات، عجز الأطباء عن وجود حل لمرضها، نطلب منكم جزاكم الله خيرا الدعاء، نرجو الله أن يعافيها. اللهم أنت تعلم المريضة والمريض والمرضى، اشفي مرضى المسلمين جميعا، اللهم اشفي هذه المسؤول عنها، اللهم اشفيها، أنت تعلمها، نحن لا نعلمها، أنت تعلمها، وأنت القادر على شفائها، فاشفيها واشفينا معها واشفي مرضى المسلمين جميعا، إنك على كل شيء قادر. يقول السائل: حينما يكون الدرس أو الجمعة، أنا نقرأ الكلمة اللي عنده، ينزل علي النوم. ما تجيش هو هذاك، قل بعدها هجوم علي النوم وخا، فما حكم ذاك؟ قاومه، لكن هذا ما يتقاوم بالعنف، ما فيه ضرب، ما فيه راس، ما فيه ايش فيه، حاول ما امكن تشجع وبدل الجلسة. النوع كيفاش كنت جالس في الاول وجاك النعاس، عاود بدل شويه الجلسه،
كل مره في نوع وانت كتقاوم منهم. علاش؟ باش ما يفوتك شيء الدرس او ما تفوتك شيء الخطبه، باش تحصل شي حاجه. اما الا غادي تنعس، نعس في دارك. علاش تضرب تماره ودي جيت للمسجد النعس؟ واذا خرجت وسولك شي حاجه وقال لك مثلا اش قال الفقيه، تقول له الله اعلم كنت نعس. راه ما كاينش ما اقبح من هذه كاع. ثانيا انا اقول للاخوه جميعا، الا شفتوا شي واحد قدامكم كاين نعسوا مره مره ما فيها باس، ولكن بشويه باش ما يجاوب اكثر منك. ها شويه ماشي جماع ما تدوخوا، هذا غير شويه معناه او ضرب هكا او تقول له سبحان الله ما فيها باس. لكن لما يسمع شي واحد من اخيه هذا ما يكونش ثاني عنيف، ما اراد بك الا خيرا ولا يخليك تشخر خلاص، لكن ما فيها باس. وتعاونوا على البر، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. نرجو الله يكون الانسان عيان سبحان الله، يلا جمل العمل وحبه للدرس وحبه للمسجد جعله يجيب لما يسترح. قد يكون احنا ما نفهموش شي فهم كرسي، لا لا، يكون من هذا الجانب هذا، احنا نكونوا رحماء به ما فيها باس، نتعاونوا معه. كيقول ما ملك اليمين، ملك اليمين هذه كتكون في الحرب، يعني نمر عليكم ما ملكت ايمانكم زعما، اخي معروفه. يقول السائل ما معنى العقيده الاشعريه؟ منسوبه الى الامام ابي الحسن الاشعري اللي كان في مطلع القرن الثالث الهجري. ما معنى قوله تعالى وهديناه النجدين؟ طريقين بين لك الله، الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. انا عندي مشكله مع غض البصر، لما اغض بصري اقول لنفسي كيف ارى الزوجه الصالحه، ماذا افعل؟ اسالكم الدعاء. ايوا سبحان الله، اذا كنت ما استطعتش تتحكم انت في عينك فاش غتتحكم؟ سبحان الله، هذه ما يجوز الانسان باش يقول اودي رانا ما كنغضش بصري. وعرفتي لما غضتش بصرك باش غتروح ولا لا اليوم كله؟ العربيه كيقولوا شواري ديال السيئات، ما يكفيك انت شواري ديال السيئات، راه رموك ديال السيئات نار كله، راه ما يليق. واش عرفتي الا غادي خاصه في هذه الحياه المعاصره الان اللي الزنقه عامره والشارع عامر والطوبيس عامر والتلفزيون عامر، إلا ما غضتش البصر والله ما تبقى لك حسنة، أنا حلف لك بالله. علاش؟ لأن السيئة تتفاوت ماشي من نوع واحد، كاين السيئة اللي تسوق لك كل شيء، كذلك الحسنات، الحسنات العظيمة أيضا تذهب، إن الحسنات يذهبن السيئات، ماشي كلام غريب، لا. ولهذا احنا مأمورين شرعا، ياك في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، معناه أن الأمر متبادل، أمر للرجال وأمر للنساء. لا ينبغي للرجل أن يطلق عينيه في نساء في النساء الأجنبيات عنه، لا ينبغي، لا يجوز. ومن تقوى الله، من تقوى الله أن تصرف نظرك وبصرك، فالأولى لك والثانية عليك. الأولى كتكون غير ما مقصوداش، ولكن الثانية كتكون مقصودة. ولهذا لا، الحمد لله الله عز وجل رفع عنك الأولى ما حسبك عليها لأنها جات غير عفوية، ولكن الثانية غتكون، النظرة الثانية غتكون مقصودة موجهة، سهم من سهام إبليس. وما يقال للرجل يقال للمرأة، لا يجوز للمرأة أيضا أن تطلق عينيها في الرجال الأجانب عنها، لأن بطبع مما غرس الله في طباعنا نحن البشر ذكورا واناثا، الميل الرجل، ميل الرجل للمراه وميل المراه، ما يحاولش واحد يتعقل يحسب راسه كانه تبارك الله، لا لا، اظهر المظهر الصحيح، انت بشر والمراه بشر، لا بد وان تتحكم في هذا الامر. استعن بالله على نفسك واستعن بالله على نفسي، نستعين بالله. إذن غض بصرك، لأن العين سهم
لا بد لما تمشي العين غادي يتبعها التمني والتفكر. وغير المتزوج يمكن داك الشيء اللي جا يجي للبيت وبقى يفكر، هذا هو الدافع الأساسي للسيئة. تبقى يفكر في الوسائل التي تمكنه مما يريد، مش من طريق. ولهذا أنت غض الطرف وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى الأمر، وغادي الحمد لله تحصن نفسك. ما يقال للرجل يقال للمرأة. نرجو الله أن يحصننا بالإيمان وأن يجعلنا ممن يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. يقول بعض الإخوة لما ينحنوا في السجود يسبقون الركبتين. رجعنا انت ثاني للركبتين، انا نقول لك سبق يدك وانتهى الامر بلا ما ندخل معك في شكون روى هذا الحديث وشكون روى الحديث، فين والحديث اللي كيقولوا مقلوب فينا والمعركه اللي كاينه بين الفقهاء. خلي المعركه بين الفقهاء، انت سبق يدك وتهنى صافي، بمعنى هبط الارض على يديك خلاص، هذا هو الصحيح. قلت سائلة طالبة في السنة الثانية من السلك الثانوي مقتنعة بالنقاب كفرض وأرغب في ارتدائه، لكني أعرف أن مدير الثانوية لن يسمح لي بمتابعة الدراسة وأنا مرتدية النقاب، فهل أترك النقاب وأستمر في الدراسة خصوصا أنه لم يبق لي سوى هذه السنة الثالثة في دراسة الثانوية لكي ألتحق بالجامعة إن شاء الله؟ أنا أقول إذا كنت ترين نفسك أنك على هذه الصورة التي تبحثين عنها تغطي عموما، وإذا بقيت في هذه الحالة هذه وجهك عريان، أنا لا أقول هو الأفضل، لا باش ماشي واحد ثاني ينسب لي شي حاجة، لا مش هو الأفضل، الأفضل هو خلاص هو الغطاء الشامل. فإذا كان ما تستطيعش على العقل بعد ما لا تستطيع تحقيقه كاملا حقق ما هو ضروري منه. أما باش نقول لك أودي حيديه بالمرة، لا لا ما تنص لي شيء منها وتحط علي أنا، لا 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 يجوز. لي ابنة أختي تدرس هنا وتقطن معنا في المنزل، هي تدرس في مدرسة التي يتخرج منها المضيفات الطائرة، ولا يخفى أن هذه المهنة تحث على التبرج بشتى أنواعه، وأنا دائما أتشاجر معها على لباسها وزينتها، مع العلم أن أمي وعائلتي يعارضونني ويقولون لي أنت لست مسؤولا عنها ووالديها راضين عليها، مع العلم أني قدمت لها نصائح وبعض الأحيان تسب بعض الشيوخ وتستمع إلى الموسيقى كثيرا وتدعي أنها تعرف ماذا تعمل، فما هو الحل؟ سؤلها هي ما هو الحل؟ هي قل لا أش هو الحل؟ أما أنا نقول لك شيء واحد، كاين المهنة وتبارك الله مضيفة في الطائرة، وكاين غضب الله، هذو بجوج، خيرها قل لا اش بغيتي، ها ما زيد معاها كاع في الكلام، ها غضب الله علاش؟ لأن المتبرجة ملعونة شرعا، مش ملعونة من عند العلماء ولا عند العوام ولا عند الناس، لا لا لا, لا. ملعونة شرعا، العلماء غير يوصلوا، العلماء ما كيشرعوا ما كيحلوا ما كيحرموا، وإذا وصلوا الحقائق كما هي رهانئا لهم، المشكلة هو يسكتوا عليها، الدليل فؤاد وهو غادي فؤاد. إذا أنت الآن الدور ديالك اش هو؟ كل الله يجازيك بخير، انت الان تفكرين انك غد مثلا فين غادي، يعني فاش كتحلمي فين غتوصلي الان؟
وكاين في المقابل ديالها ديال هذا الشيء اللي بغيتي توصلي ليه غضب الله ولعنة الله. واش بغيتي رضوان الله ولا بغيتي غضب الله؟ إذا قلت لك أودي راه بغاتي يا غضب الله، اش بقى لي ما نقول؟ اش بقى لك ما تقول؟ راه اختارت الطريق، واللي اختار شي بلا راه يعول عليه. لكن ومع هذا، ومع هذا إذا تاب العاصي وتابت العاصية تاب الله عليه وعليها، احنا ما كنسدوا الباب على أحد. لكن باش نشوفوا المعصية أو نشوفوا المسألة مخالفة للشرع ونقولوا شي بس ما كاين، الله يهدينا، احنا نقولوا هادشي ونبينوا هادشي ونقولوا اللهم اهدينا. أما ما نقولوا والا والله يهدينا كنكذبوا، ما نبينوش حكم الشرع ونقولوا حتى هذه ما بغيتوش تقولوها مع من انا؟ اهوا كل واحد يدبر راسو ياك. هيا نختم وننزل وننزل، انا راه نديرها بسرعه ما فيش زعما، اما تجاوبوا معايا اما ننزل قيم الصلاه فيهاش المزاح. علاش؟ لان انا كنصدى راسي مع من؟ معكم انتم، اما انا عارفها له الحمد لله خلاص. لكن انا واجب عليا نقول داك الشيء اللي علمت، انا واجب عليا نبلغ داك الشيء اللي ما نخلي منه والو، داك الشيء اللي علمت. علاش؟ لان ما غادي يكون حد معايا في قبري وما غاديش تسال عليا شي حد. ولا تزر وازره وزر، كتعرفوها كتقراوها وديروا بحسبها. إذن أنت الآن ما تقوي معاه في الكلام، الصورة واضحة، بالأدب بالاحترام، ماشي بالعنف وبالسبان وبك، لا 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 لا، والكلام كثير، لا 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 لا. شو الله الله يجازك بخير، أنت بعقلك الحمد لله وكتقولي كتعرفي وإلى آخره كذا، ما تسبي حد ما تشتمي حد، غير كلمة واحدة جاوبي غير راسك. هذا الشيء اللي غادي فيه وهذه الصورة اللي أنت عليها، واش كتظني أنك ترضي الله ولا تغضي بين الله؟ ترضين الله أو تغضي بين الله؟ واش بغيتي رضوان الله أو رضا الله أو غضب الله؟ خليها هي تقول لك، الجواب راه كافي. احتاجت رضوان الله قالت رضوان الله خصها تغير حالتها وتأخذ موقف اللي يرضي الله عنها. اختارت الطريق الآخر اختارت الشقاء وأمرها إلى الله. كاين حديث كان جاء شحال هذه ووجدت المناسبه ديالو الان، الحديث هذا اللي سمعته الان اللي كنا نقراو فيه الان ديال الوالده، هو هذا مولاه كيطلب مثلا شنو هي القصه انا بينتها لكم. تيقول مثلا هل سوداء اخت لابني، اي نعم سوداء بنت زمعه اخت عبد بن زمعه، وهذا ابن الزينة، غتقول لي ابن الزينة والنبي كيقول الولد والفراش، حنا قلنا علاش قال لسودة احتاجي بي منه للاحتياط، والا النبي شاف علاش قال للعاهر الحجر، لان شاف الولد شبيه تماما به بالزاني، شبيه تماما بالزاني، ولكن ما حكم للشبه وانما حكم للفراش. أنا شاب مصلي الحمد لله، تفوتني صلاة الفجر لأنني مريض مرض مزمنا الصرع، أتناول بعض الأدوية، في بعض الأحيان أصبح جنوبا، أتيمم وأصلي في البيت لأن رأسي يؤلمني، ما حكم الدين في هذا؟ أنت الآن من اللي تنعس إن شاء الله اشرب الدواء بكري شي شوية، وربما تفيق شوية على الأقل، فيق بعد الفجر ودير في حساب الفيق ديال الفجر، راه صلاة الفجر راه فرض، ما كنقصوش الفرض هو الفجر، لا بمعنى صلاة الصبح الشرع كيطلق عليها صلاة الفجر، ما كيطلقش عليها صلاة الصبح. صلاة الصبح هذا اصطلاح مغربي، أما هي تسمى صلاة الفجر. والفجر اللي كنسميوه احنا الفجر كيسميوه ركعتان خفيفتان قبل الفجر، هما نفسه،
ولكونها تكون في هذا الوقت عبر عنها بالفجر وبالصبح. نحن ما قلنا الصبح ماشي غلطين، لأن فعلا لنا وقت الصبح، لكن الصبح كاين متسع، والفجر إنما يكون عند الفجر. فالفجر الصلاح ديال الفجر هو أدق من الصبح. إذن في هذه الحالة هذه، إذا كان الله صلى الله عليه وسلم يكلمك دائما هذه هي حالتك باستمرار، قد ينقلوا أديرها عندك العذر. هل هذا الألم يؤدي بك أنك ما تقدش تتوضأ وما تقدش تصلي؟ ثانيا، هل هذه الحالة تؤدي بك أنك يعني قصك تتم باستمرار؟ أنت أعلم بنفسك، بمعنى متى يجوز لك أن تتيمم ومتى يجب عليك أن تتوضأ، أنت أدرى بنفسك الآن. أما صلاة الفجر أنت تعمل جهدك باش تفيق في صلاة الفجر، لا بد أعمل جهدك. لكن إذا وصل صلاة الفجر وأنت في هذه الحالة يعني مرخي تماما بالأدوية وما استطعتش تفيق، ما فيقش نهاية المرة، ليس لما يكون في هذه الحالة هذه رفع القلم عن ثلاث ومنها النائم حتى يستيقظ. لكن ما تعمدش أنك تشرب باش ما تفيقش، يعني تشرب هذه الأدوية باش ما تفيقش. ولهذا أنا أقول اشربها قبل وقت شوية، والليل اليوم راه قصير ما يكفي، تشربها مثلا مع تسعود ولا مع ثمانية مثلا، باش ثمانية تسعود العشرة الحداش اثناش الوحدة، يعني ثلاثة تفيق وثلاثة ونص مع الفجر، وهذا لك ثمانية ساعات ولا سبعة ساعات ولا تسعود ساعات، مزيان يكون أفضل يكون أحسن إن شاء الله. نرجو الله أن يتقبل منا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم.